السلام عليكم ورحمة الله. طلبة أولى ثانوي، أتمنى كلكم يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله مع بعض النهاردة هنكمل أسئلة المقال على الجينات المتكاملة والجينات المميتة. السؤال الأول، تم تلقيح نباتين من بسلة زهور بيضاء الأزهار حتة حتة، يبقى بسلة الزهور دي إيه؟ جينات متكاملة. فنتجت أفراد الجيل الأول كلها قرمزية. نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده إن الأفراد اللي عندنا دي كانت متنحية، ولما تهجنوا مع بعض طلعوا لنا صفة سائدة، ودي الحالة الوحيدة اللي بيحصل تهجين ما بين متناحي ومتناحي ويطلع لنا سائد. السؤال هنا بيقول ما الطرز الجينية للآباء؟ طيب تعالوا نعمل المسألة دي علشان نقدر نشرح عليها. وهنا بيقول أفراد الجيل الأول كلها، معنى كده إن الجيل طالع كله طرز جيني واحد. أنا عايزة تخلوا بالكم قوي من النقطة دي، عشان تقدروا تستنتجوا الطرز الجينية للآباء لازم تعرفوا الجيل اللي طالع، هل هو صفة واحدة، يعني هل هو طرز جيني واحد، ولا هل هو نسبة 3 لواحد فتعرفوا ان هم 4 افراد، ولا هل هم اربع نسبة مثلا طالعة 9 لـ7 فتعرفوا ان هم 16 فرد. لازم تعرفوا الجيل اللي طالع عندكم قد ايه، وبالتالي تقدروا تستنتجوا عدد الامشاك كان قد ايه، وتقدروا من ساعتها تستنتجوا الاباء كانوا ايه. هنا بيقول ان طالع كرموزي، كرموزي اذا في A كابتل و B كابتل، يبقى لازم يكون عندك في الاب والام ايه، لازم يكون في هنا واحد فيهم بيحتوي على A كابتل وهنا واحد بيحتوي فيهم على B كابتل، صح؟ طيب طالما ان هنا A كابتل، احنا قلنا احنا عايزين هنا مشيج واحد في مشيج واحد، عشان نضرب واحد في واحد يطلع لنا الفرد ده. طيب يبقى معنى كده لازم يكون هنا في نقي ولازم يكون في هنا نقي، وطالما ان ده ابيض وده ابيض يبقى نفهم على طول ان ده هنا بي سمول بي سمول، وده هنا ايه سمول ايه سمول. طلع بقى امشاجك، هيبقى ايه كابتل بي سمول وهنا ايه سمول بي كابتل، دربهم مع بعض بقى هيبقى ايه كابتل ايه سمول بي كابتل بي سمول. طلع زي ما قالك، او الجيل كله طلع كرموزي. طب الكرموزي ده سائد، احنا عارفين اهو ادي ايه كابتل وبي كابتل، يبقى كده سائد. والابيض والابيض متنحي، يبقى اول سؤال بيقول لك ايه ما الطرز الجينيه للاباء. الطرز الجينيه للاباء اهي ايه كابتل ايه كابتل بي سمول بي سمول، وايه سمول ايه سمول بي كابتل بي كابتل. السؤال الثاني، ما سبب ظهور صفه جديده لا توجد في الاباء؟ انت عندك ده ابيض وده ابيض، ليه طلع لك كرموزي؟ هتقول له علشان دي حاله ايه، دي حالة جينات متكاملة، وهي حالة وراثية بيتحكم في وراثة الصفة زوجين من الجينات. بيلزم لظهور الصفة وجود جين واحد على الأقل في الحالة السائدة من كل زوج. السؤال الثاني، يمكن الحصول على الصفة السائدة من أبوين يحملان الصفة المتنحية، دلل على صحة العبارة بالمثال. لسه قايلنا زي اللي فوق، حصلنا على صفة سائدة من أبوين يحملوا صفة متنحية، دلل على صحة العبارة، هنقول أيوة دي إيه؟ جينات متكاملة. المثال عندنا إيه؟ بسلة ظهور. إيه اللي بيحصل؟ هنقول تعريف الجينات المتكاملة، هنقول يتحكم في وراثة الصفة زوجين من الجينات، وبتظهر الصفة السائدة اللي هو اللون الكرموزي عند وجود جين سائد واحد في كل زوج. السؤال الثالث، الجدول المقابل يبين الجيل الناتج من تهجين سلالتين من نبات بسلة الزهور جينات متكاملة. ما الطرز الجينية للنباتات من 1 لـ4؟ تعالوا نكمل الجدول مع بعض. جايب لنا هنا أمشاج مذكرة وهنا أمشاج مؤنث، هنا A كابتل B كابتل وهنا مفيش، وهنا A سمول B كابتل وهنا الـ A سمول B سمول. طيب عندنا هنا دي اللي هي معطياتنا. طيب هنا ادي الاي سمول بي سمول وهنا الاي كابتل اي سمول بي كابتل بي سمول، ادي الاي سمول وادي، يبقى دي ايه هنا، يبقى هنا دي الاي كابتل بي كابتل. طب ونفس الحكايه هنا، عندنا ادي الاي سمول وبي سمول، بنجيبها من المعطيات اللي هو مديها لنا، ومدينا هنا الاي كابتل اي سمول بي سمول بي سمول، ادي الاي سمول وادي البي سمول، يبقى هنا اي كابتل بي سمول. بس درب بقى زي ما انت عاوز، ادي الاي كابتل اي كابتل، يبقى رقم 2 دي A كابتل A كابتل B كابتل B كابتل، رقم 4 A كابتل A كابتل
بي كابيتال بي سمول. طيب عندنا هنا الماشي المذكر اللي ناقص ده هنقول ايه؟ هنا هنطرح دي من دي. عندنا هنا الـ A capital A capital B capital B small، وهنا الـ A capital B capital، نطرح يبقى هيدينا هنا الـ A capital B small. طيب درب بقى، ادي الـ A capital small B capital B capital، ده رقم واحد. طب رقم تلاتة، A capital A small B capital B small، رقم واحد A capital A small B capital B capital. رقم اتنين A capital A capital B capital B capital. رقم تلاتة A capital A small B capital B small. رقم اربعة A capital A capital B capital B small. بتجيبوها من الحاجة المعطى عندك وتكمل الباقي، سهلة خالص. السؤال التاني، استنتج الطرز المظهرية للآباء. طب هو أنا مديك الأمشاج وهنا مديك الأمشاج، سهلة خالص إنك تجيب الآباء. مديك ادي الاي كابيتال وبي كابيتال، ومديك الاي كابيتال والبي سمول والاي سمول بي كابيتال، طبعا من غير ما اكمل وانتوا عارفين الشخص ده مين اللي مطلع اربع امشاك ده. ادي الاي كابيتال. طب نعملها ازاي لو انت بقى مش عارف وعايز تعملها؟ ادي عندك هنا ادي الاي كابيتال هتحطها، وادي عندك هنا الاي سمول هتحطها، وترجع هنا ادي البي كابيتال هتحطها، وادي البي سمول هتحطها. يعني بتاخد الاول اهو، وادي الاول اهو، وبعدين تاخد التاني اهو، وتاخد التاني اهو. يبقى الطرز المظهري هنا ايه؟ ده كرموزي. نشوف الامشاج التانية، A capital B capital، وادي الA capital B small. يبقى هنا الاب ده ايه؟ A capital A capital B capital B small، يبقى برضو كرموزي. عرفت منين؟ ادي الاي كابيتال والبي كابيتال. يبقى الابوين الطرز المظهريه بتاعتهم كرموزي، اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول، وادي اي كابيتال بي كابيتال بي سمول. السؤال الثالث، ما النسبه المئويه للنباتات بيضاء الازهار الناتجه من هذا التهجين؟ تعالوا نعد مع بعض الازهار البيضاء فين. ادي الازهار البيضاء، ادي الازهار البيضاء، ادي ده واحد ابيض اهو، وادي ده واحد ابيض اهو. هما كام واحد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى اتنين على تمانية ده ابيض، اتنين على تمانية. اتنين على تمانية يعني بكم؟ يعني بربع، يعني 25%. طيب النسبة المئوية للنباتات ذات الصفة السائدة عند تهجين النبات رقم تلاتة، رقم تلاتة ده مع نبات رقم أربعة بدون تحليل وراثي، مع نبات رقم أربعة. تعالوا نعمل الأمشاك كده اهي. تعالوا نعمل الأمشاك، هتبقى الـ A capital B capital، الأربع أمشاك اللي عندنا العاديين، أدي الـ A capital B small، وأدي الـ A small B capital، وأدي الـ A small B small، وهنا ادي الاي كابيتال بي كابيتال، وادي الاي كابيتال بي سمول. لما تيجي تدربهم مع بعض هطلع الافراد، الاول مع دول، والتاني مع دول، والتالت مع دول، والرابع مع دول. يلا ناخد اول واحد، هنقول اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال، وبعدين اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال بي سمول. تاني يلا، اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال بي سمول، وبعدين اي كابيتال اي كابيتال بي سمول بي سمول. اللي بعده المسألة دي بتتكرر كتير قوي، A capital A small B capital B capital، وبعدين A capital A small B capital B small، وآدي A capital A small B capital B small، وآدي A capital A small بي سمول بي سمول. هنا بيسأل عن الكرموزي، ادي ده كرموزي، وادي 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 ده كرموزي. يبقى كام كرموزي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى ستة على تمانية كرموزي. والابيض كام؟ واحد اتنين، واتنين على تمانية ابيض، يعني ده ربع وده تلات ارباع.
يعني ده 75%، هنقول هنا 6 على 8 اللي هي 3 على 4، يعني 75% قرمزي. السؤال رقم 4، ظهور الصفة السائدة بنسبة 56% من أبوين يحملان الصفة السائدة يدل على إنها حالة جينات متكاملة، ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ العبارة دي ايه؟ العبارة دي طبعا صحيحة، كنا قايلينها في الشرح. مادي اهو، ادي الكرموزي عندنا، النسبة كانت طالعة كام في الجيل التاني لما جينا جوزنا فردين سائدين كرموزي مع كرموزي، يعني 4 في 4 طلعوا ايه؟ 16 فرد. قول ده النسبة هتطلع كام؟ 9 كرموزي ل7 أبيض، يعني 56 وربع كرموزي و43 و3/4 أبيض. يبقى نقول العبارة دي صحيحة، لأن الجيل التاني لحالة الجينات المتكاملة عند تزاوج فردين يحملان الصفة السائدة اللي هي اللون القرمزي A capital A small B capital B small مع A capital A small B capital B small، هيكون نسبة الأفراد الأزهار القرمزية للأزهار البيضاء نسبة 9 لـ7 على الترتيب، يبقى صفة اللون القرمزي بتكون تقريبا 56.25%. السؤال الخامس، حدث تهجين بين نباتين من بسلة الزهور كل منهما يحمل أزهار بيضاء، فكانت أعداد النباتات كالآتي 557 نباتات أزهار قرمزية و553 نباتات أزهار بيضاء. التركيب الجينية المحتملة للآباء والتركيب الجينية المتوقعة الناتجة والتي تحمل أزهار بيضاء. أنا كده إن إحنا عندنا كام فرد؟ عندنا فردين. طب إحنا عندنا فردين، يبقى الفردين اللي هما الاتنين دول نتجوا منين؟ نتجوا من واحد بيطلع ماشي جين وواحد بيطلع ماشي واحد. طب اللي بيطلع ماشي واحد ده لازم يكون نقي، اللي بيطلع ماشي جين هيكون ايه؟ هيكون هجين. طيب تعالى نعملها كده ونشوف الاحتمالات. النقي هنقول مثلا ان هو A capital A capital B small B small، مش ده ابيض ونقي، يبقى ده هيطلع لنا ماشي واحد اللي هو A capital B small. طب خدوا واحد تاني ابيض بس هجين، ونخلي بالنا ان لازم يكون في بي كابتل عشان الجيل طالع فيه كرموزي، يبقى لازم هنا يكون في ايه؟ يكون في البي كابتل. يبقى الزوج الاولاني لازم يكون سمول عشان ده ابيض، يبقى هنا بي سمول عشان احنا عايزين نوعين من الامشاج، يبقى نطلع ادي الاي سمول بي كابتل وادي الاي سمول بي سمول، ندرب مع بعضه هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا اي كابتل اي سمول بي كابتل بي سمول، ده كرموزي كرموزي، ويطلع لنا الـ A capital A small B small B small ده الأبيض. يبقى النسبة طالعة 1 لـ1. طب عندنا حل تاني؟ اه عندنا حل تاني، ما احنا ممكن نلعب في ده، يعني نخلي ده هو الهجين ونخلي ده النقي. تعالوا نجربها نلعب في ده، يبقى ده هنحطه ايه؟ هنحطه الهجين A capital A small B small B small. طيب وده هنخلي ده بقى هو النقي اللي هو A small A small بي كابتل بي كابتل، علشان ده يطلع لنا المشيج واحد وده يطلع لنا الاتنين مشيج. تعالوا كده نطلع الاتنين مشيج، ادي الاي كابتل بي سمول وادي الاي سمول بي سمول، وهنا ادي الاي سمول بي كابتل. لما تيجوا تدربوهم مع بعض هيطلع ايه؟ اي كابتل اي سمول بي كابتل بي سمول، ادي الكرموزي، ويطلع لنا اي سمول اي سمول بي كابتل بي سمول، وده الابيض، برضو النسبة طالعة 1 لـ1. يبقى انت عندك احتمالين، A capital A capital B small B small و A small A small B capital B small، والاحتمال التاني A capital A small B small B small و A small A small B capital B capital. طب هنا بيسأل بيقول التركيب الجينية المتوقعة للنباتات الناتجة والتي تحمل أزهار بيضاء. تعالوا هنا نشوف، عندنا في الحالة الأولانية اللي فيها الزوج البي هو اللي هجين، الأزهار البيضاء طالعة بالطرز الجيني ده A capital A small B small B small. طب وعندنا الحالة التانية اللي فيها الهجين بقى اللي هو الزوج بتاع الـ A ده، الأبيض عندنا طالع بالطرز الجيني ده A small A small B capital B small. السؤال السادس، في إحدى سلالات الكلاب حدث تزاوج بين فردين لونهما بني، فكانت أفراد الجيل الأول جميعها سوداء
وفي الجيل التاني ظهرت أفراد بنية اللون وأخرى سوداء بنسبة 7-9 على الترتيب من النمط الوراثي لهذا التزاوج، برضو جينات متكاملة نسبة 9-7. السؤال التاني، سبب ظهور اللون البني تاني. يعني انت عندك هنا البني طلع الجيل الأول أسود والجيل التاني بني وأسود بنسبة 9-7، هي نفسها بالظبط بتاع بسلة ظهور، نفس الفكرة. طب ليه طلع بني تاني؟ هتقول ايه؟ هتقول لان الصفة السائدة بتظهر عند اجتماع جينين سائدين في كل زوج، لكن اذا وجد زوج واحد منها في صورة سائدة والاخر متنحي بتظهر الصفة المتنحية اللي هي اللون الايه؟ اللي هي اللون البني. السؤال السابع، علل تموت بعض الفئران الصفراء داخل الرحم. طيب دي حالة جينات مميتة سائدة، ليه بيموت أفراد أصفر بتموت داخل الرحم؟ لأن وجود زوج من الجينات اللون الأصفر ده السائدة في حالة نقية اللي هي الواي كابتل، واي كابتل بتؤدي لإيه؟ بتؤدي لتعطيل بعض العمليات الحيوية اللي بتسبب موت ربع النسل، يعني موت الفئران الصفراء النقية داخل الرحم، لأن دي حالة جينات مميتة سائدة. يبقى الجينات السائدة لما بتبقى موجودة في صورة نقية الأفراد بتموت داخل الرحم. السؤال الثامن، علل تورث الجينات المميتة عن طريق الأفراد الهجينة فقط. ليه؟ احنا قلنا في الجينات المميتة احنا لازم بنهجن أفراد هجينة، ما بنهجنش أفراد نقية. ليه؟ لأن انت عندك في الجينات المميتة الأفراد اللي بتحمل جينات الصفة في حالة نقية بتموت، يعني في عندنا جينات مميتة سائدة وساعتها الجينات السائدة دي بتموت، وفي عندنا جينات سائدة جينات مميتة متنحية اللي بتحمل الصفة المتنحية بصورة نقية دي بتموت، فلازم التزاوج يحصل ما بين أفراد هجينة لأن الأفراد اللي بتحمل جينات الصفة في حالة نقية بتموت سواء بقى سائدة أو متنحية. السؤال التاسع، ماذا يحدث عند إنبات بادرات نبات الذرة في مكان مظلم؟ أثر البيئة بقى. طيب احنا عارفين أهمية الضوء للنبات، زي ما قلنا إن بيظهر أثر الجين المسؤول عن تكوين الكلوروفيل، والكلوروفيل ده اللي مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن البناء الضوئي اللي بيؤدي لتكوين الغذاء ونمو النبات. فإيه اللي يحصل؟ التجربة اللي إحنا عملناها والبادرات عملنا لها إنبات في مكان مظلم، البادرات دي هتذبل وتموت بعد فترة. ليه؟ لغياب الضوء اللي بيحتاجه الجين المسؤول عن مادة الكلوروفيل لكي يظهر. سؤال العاشر، في سلالة من القطط العادية وضعت أنثى 3 قطط عادية وقطة واحدة متضخمة الرأس، عاشت لعدة ساعات ثم ماتت، فسر ذلك بدون تحليل وراثي. طيب يا شباب، يعني احنا عندنا قطط عادية ولدت 3 قطط وقطة واحدة ماتت، يعني النسبة 3-1، يعني نسبة 75% عاشوا و25% هم اللي ماتوا. طيب يبقى دي حالة ايه؟ حالة جينات مميتة. إن اجتماع زوج من الجينات المتنحية معا في وراثة هذه الصفة أدت لموتها بعد فترة. ليه؟ لأن برضو حصل تعطيل في العمليات الحيوية، والفاقد بيمثل ب25% من النسل كله، هنا 3-1، يعني 75% عاشوا و25% هم اللي ماتوا. السؤال 11، ماذا يحدث عند تعرض أوراق النبات الداخلية للضوء؟ السؤال اللي جالنا في الترم الأولاني، إيه اللي هيحصل؟ قلنا بتتحول للون الأخضر. ليه؟ لظهور تأثير جين الكلوروفيل الأخضر اللي بيحتاج لعامل الضوء المهم لإظهاره. الضوء هو اللي بيخلي الجين ده يظهر اللي هو بيكون الكلوروفيل. السؤال 12، عند تلقيح ثور يحمل الليل يعني جين عدم وجود الأرجل هجين. عدم وجود الأرجل هجين معنى كده ان هو ايه؟ ده جين من الجينات المميتة مع بكرات غير حاملة له، يعني ما عندهاش الجين الممرض ده، هي نقية في صورة إي كابتل إي كابتل. ثم سمح لأفراد الجيل الأول أن تتزاوج عشوائيا، يعني أفراد الجيل الأول طلعت وبعد كده هتتزاوج عشوائيا لإنتاج الجيل الثاني، فما النسبة المتوقعة لأفراد الجيل الثاني البالغين؟ معنى كده هنا المقارنة هتكون ما بين أجيال، يعني ما بين الفرد ده مع الفرد ده، ده كده حصل تزاوج وتزاوج تاني أفراد مختلفة، تزاوج تالت أفراد مختلفة. فعشان نقارن ما بين التزاوجات دي لازم بالظبط نطلع الأمشاج كاملة. هفهمكم ازاي دلوقتي.
يبقى نقول ادي الذكر وادي الانثى. الذكر رمزه ايه؟ الذكر حامل للجين، الجين المميت، يبقى المتنحي. ليه عرفنا ان هو متنحي؟ لان البقره سليمه مش حامله للجين، فمعنى كده ان الجين المميت هنا هو الاي سمول، اي سمول المتنحي. طيب يلا طلع الامشاج، هيبقى ادي الاي كابيتال وادي الاي سمول وادي الاي كابيتال. طلع الافراد، هيبقى اي كابيتال اي كابيتال واي كابيتال اي سمول. 50% حامل للجين و 50% سليم، يعني الابناء نفس الطرز الجيني للاباء. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول حصل تزاوج عشوائي، تزاوج عشوائي للجيل الاول عشان ينتج الجيل الثاني. يعني ايه عشوائي؟ يعني مره افراد من الاي كابيتال اي كابيتال هيتجوزوا اي كابيتال اي كابيتال، ومره افراد من الاي كابيتال اي كابيتال هيتجوزوا اي كابيتال اي سمول، ومره افراد من الاي كابيتال اي سمول هيتجوزوا من الاي كابيتال اي كابيتال، ومره افراد من الاي كابيتال اي سمول هيتجوزوا زيهم اي كابيتال اي سمول. وهنشوف الجيل اللي طالع ايه. طالما ان قلنا احتمالات وطالع عندنا اتنين، يبقى اتنين اس اتنين باربعة، اربع احتمالات. تعالوا نشوفهم مع بعض. اول واحد اللي هو اي كابيتال اي كابيتال مع اي كابيتال اي كابيتال، التاني اي كابيتال اي كابيتال مع اي كابيتال اي سمول، التالت اي كابيتال اي سمول مع اي كابيتال اي كابيتال، الرابع اي كابيتال اي سمول مع اي كابيتال اي سمول. طيب علشان نقدر نقارن ما بين تزاوجات، انا هجوز اتنين وهقارن ما بين اتنين تانيين، يبقى لازم اطلع الامشاج كاملة. يعني انا عارف ان انا هنا لما اطلع المشيج هطلع ادي الاي كابيتال وهنا الاي كابيتال، ولما اجي اجوزها اقول ان الجيل كله طالع 100% سليم، صح؟ صح. طب لما اجي هنا هطلع الامشاج كامله، ليه؟ لانها مختلفه. هقول ادي الاي كابيتال وادي الاي سمول وادي الاي كابيتال وادي الاي سمول، فلما هاجي هجوز هيطلع ايه؟ هيطلع اي كابيتال اي كابيتال واي كابيتال اي سمول واي كابيتال اي سمول واي سمول اي سمول، صح؟ طلع عندي كام فرد؟ طلع عندي اربع افراد. انا مش هينفع اقارن اربع افراد بفرد واحد. طب اعمل ايه؟ يبقى لازم من الاول اشتغل واطلع كل الامشاج حتى لو متشابهه، علشان اقدر اقارن ما بين اربع افراد اربع افراد اربع افراد اربع افراد. لو انت هتعمل تزاوج واحد زي اي مسألة بنشتغلها، طلع المشيج واحد طالما ان الفرد فيه جينين متشابهين. لكن هتقارن لي ده بده، دي كده مقارنة غير عادلة. انت كده بتطلع هنا الامشاج لكن هنا مش بتطلع كامل. طب يعني كده، طب انا لو طلعت ايه كابيتال وايه كابيتال، طب ما هيطلع لي في الاخر برضو اربع افراد كلهم سليم. بالظبط، هنا اربع افراد كلهم سليم، يبقى انت عارف ان الجيل كله هيها كانك كاتب 100% اي كابيتال اي كابيتال. بس انت لازم تفردهم اربعه علشان لما تيجي تقارنهم بده يبقى صح ومظبوط، لان هو عايز نسبه ما بين اربع تزاوجات. فهمتوا؟ طب تعالوا كده نطلع الامشاج كامله. فهنقول هنا ادي اي كابيتال اي كابيتال وادي، فلما دي تتجوز هيطلع لك اربع افراد كلهم سليم اهو، هيها كانك كتبت 100% الجيل كله ايه كابيتال ايه كابيتال، بس علشان المقارنه تبقى مظبوطه. طيب تعالوا هنا طلعوا ادي الاي كابيتال وادي الاي كابيتال وهنا ايه كابيتال وهنا الاي سمول، ضرب بقى هيطلع ايه كابيتال ايه كابيتال وايه كابيتال ايه سمول، ايه كابيتال ايه كابيتال وايه كابيتال ايه سمول، أربع أفراد برضو. طيب طلع هنا يبقى أدي الـ A capital وأدي الـ A small وهنا الـ A capital والـ A capital. يلا A capital A capital وA capital A capital، ها، وA capital A small وA capital A small، وده طلعنا خلاص. هنا عايز يحسب الـ الأفراد الجيل التاني البالغين. من كلمة البالغين يعني العايشين، اللي كبروا وعايشين. مين الوحيد فيهم اللي هيموت؟ هو ده الاسمول. اسمول طلعوا بره المنافسة لان ده خلاص اوريدي مات. ليه؟ لانه حامل الجين المميت المتنحي، فده خلاص مات. تعالوا نحسب الباقي بقى. الباقي هيكون نسبة ما بين السليم واللي حامل الجين. السليم اللي هو مين؟ ايه كابتل ايه كابتل. حامل الجين اللي هو مين؟ ايه كابتل اسمول.
طب تعالوا نحسب كام واحد A capital A capital. 1 2 3 4 5 6 7 8 ادي 9. يبقى كام واحد A capital A capital نكتبها فوق هنا؟ ال A capital A capital كام واحد؟ 9. تعالوا نكتب ال A capital A small طلعوا كام؟ يلا احسبوا معايا. 1 2 3 4 5 6 يبقوا 6. يبقى 9 سليم و6 حامل المرض، ودول كلهم هيعيشوا وهيوصلوا للبلوغ، هيبقوا بالغين. يبقى انا هقول النسبة المتوقعة لأفراد الجيل الثاني البالغين نسبة 9 سليم ل6 حامل الجين. نسبة 9 ل6. أنماط جديدة من الأسئلة. السؤال الأول: جميع ما يلي من أمثلة الصفات اللامندلية عدا وراثة. طيب احنا واخدين الصفات اللامندلية، الحالات الوراثية كانوا كام؟ كانوا 4. ايه هما؟ انعدام سيادة، وكنا واخدين تعدد بدائل، وخدنا الجينات المتكاملة، وخدنا الجينات المميتة. خلاص؟ طيب نشوف هنا مع بعض الصفة المندلية، لان هنا بيقول كل دول لامندلي ما عدا الوراثة دي. ألف بيقول لون الأزهار نبات شاب الليل انعدام سيادة لامندلية. ب بيقول لون أزهار نبات بسلة زهور جينات متكاملة صفات لامندلية. ج لون أزهار نبات بازلاء الخضر دي وراثة مندلية، يبقى ج معانا صفات لامندلية. د لون الشعر الأصفر في الفئران دي جينات مميتة لامندلية. ه شكل البذرة لنبات البازلاء دي صفات مندلية، يبقى ج وهاء دول صفات مندلية، قانون مندل سيادة تامة. السؤال الثاني: الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين درجة الحرارة ومعدل نمو المجموع الخضري لنبات تكوين الساق والأوراق. أي مما يلي يتفق مع العلاقة الموضحة بالشكل البياني؟ مدينا هنا أدي معدل نمو المجموع الخضري، يعني الساق والأوراق بيتكونوا بيبتدوا يزيدوا لحد ما يوصلوا لدرجة حرارة ترتفع، وبعد كده زودنا درجة الحرارة قوي عند 50 حصلوا إن النبات مات. ألف بيقول يفقد النبات قدر كبير من المية ويجف عند 35، يعني النبات جف عند 35؟ لا، احنا لما وصلنا عند 50 هو ده اللي مات. ب تتلف المكونات البروتينية للبروتوبلازم عند درجة 50، عند 50 فعلا النبات ايه؟ مات. ج درجة الحرارة المثلى تقلل من فعالية جينات النمو؟ لا، درجة الحرارة المثلى هي فوق، بيكون عندها النبات أعلى نمو، لكن لما وصل عند 50 زي ما قلنا النبات مات. دال أعلى معدل لنشاط جينات النمو عند 30، أهو كانت درجة الحرارة اهي، فبالتالي النبات كان أعلى حاجة عند درجة الحرارة دي، يبقى دال معانا. ه درجة الحرارة المثلى لنمو المجموع الخضري عند 25 درجة مئوية اهي، كانت عند تقريبا اهي عند 30. إن بنشرح درجة الحرارة ليها علاقة بالمجموع الخضري أثرت عليه إزاي، فإحنا هنختار ب ودال. السؤال الثالث: أي من التهجينات التالية تنتج نصف النسل يحمل الصفة السائدة في نبات بسلة الزهور؟ يعني يحمل الصفة السائدة يعني إيه؟ يعني في A كابتل و B كابتل، نص النسل هيطلع لنا كرموزي أو صفة سائدة. معنى كده ان احنا هيطلع لنا 2 تروس جيني. طب 2 دي جاي حاصل ضرب كام في كام؟ 2 في 1. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي ممكن يطلع لنا كرموزي ويطلع لنا نص النسل كرموزي. الف هل A كابيتال A كابيتال B سمول B سمول مع A سمول A سمول B كابيتال B سمول؟ طيب الاولانيه دي هتطلع لنا مشيج واحد اللي هو A كابيتال B سمول. طب التانية هتطلع لنا 2 مشيج، هتطلع لنا A small B small وال A small B capital. وهنا عندنا ال A capital ممكن يجتمع مع ال B capital ويطلع لنا كرموزي، وهنا 2 مشيك في 1 يعني 2 في 1 ب2، يبقى ألف دي معانا ولو جربناها هتطلع صح. بس أنا عايزاكم بمجرد ما تشوفوا المسألة تعرفوا تحلوها. هل دلوقتي أنت المفروض هيطلع لك فردين، يعني الجيل هيبقى مكون من 2 تروس جيني صح؟ 2 معنى كده إن الأمشاج 2 في 1. طيب ولازم يكون الافراد الموجوده اللي هتتزاوج لازم يكون فيها الاي كابيتال والبي كابيتال عشان يطلع لنا الكرموزي.
ب هنا بيقول ايه؟ ايه كابيتال، ايه كابيتال بي سمول، بي سمول ده هيطلع لنا مشيج واحد اللي هو ايه كابيتال بي سمول، وايه سمول، ايه سمول، بي كابيتال بي كابيتال هتطلع لنا مشيج واحد اللي هي ايه سمول بي كابيتال، يبقى واحد في واحد بواحد، ده هيطلع لنا فرد واحد، يبقى ده مش اللي احنا عايزينه. ج بيقول ايه؟ سمول ايه سمول بي كابيتال بي كابيتال ده هيطلع لنا مشيج واحد، وايه كابيتال ايه سمول بي سمول بي سمول هيطلع لنا اتنين مشيك. طب تعالوا نبص بقى هل هيطلع كرموزي ولا لا. اه عندنا البي كابيتال وعندنا الاي كابيتال، لما يتجمعوا مع بعض هيطلع لنا كرموزي، يبقى الجيم دي برضو معانا. طيب دال عندنا ايه كابيتال ايه سمول بي سمول بي سمول هيطلع لنا اتنين مشيك، وايه سمول ايه سمول بي كابيتال بي سمول هيطلع لنا برضو اتنين مشيك. اتنين في اتنين بأربع أفراد، احنا عايزين فردين بس. هيه بيقول اسمول اسمول بي كابيتال بي سمول ده هيطلع لنا اتنين مشيك، اسمول اسمول بي سمول بي سمول هيطلع لنا واحد مشيك، اتنين في واحد باتنين. لكن هنبص هنا مش هنلاقي حاجة فيها ايه كابيتال، وبالتالي الكرموزي مش هيطلع، كرموزي لازم ايه كابيتال وبي كابيتال. انتوا لو جربتوا الف وجربتوا جيم هتطلع لكم فعلا النسبة واحد لواحد، واحد ابيض لواحد كرموزي، لان هنا عندنا الاي كابيتال هيتجمع مع البي كابيتال، وهنا عندنا الاي كابيتال هيتجمع مع البي كابيتال. السؤال الرابع عند انبات بذور الذرة في الحقل لوحظ ظهور بادرات صفراء اللون عاشت لفترة قصيرة ثم ذبلت وماتت. ذبلت وماتت يعني ما فيهاش كلوروفيل، من الاخر يعني سي سمول سي سمول، جينات مميتة متنحية. أي من التهجينات التالية يمكن استخدامها لتلافي هذا الفاقد عند زراعة البذور الجديدة؟ قلنا زيها في الشرح، المزارع هيعمل إيه عشان يتلافى إن الأبقار تموت أو الماشية بتاعته تموت؟ ما يعملش تهجينات ما بين أفراد هجينة بتحمل جين المرض عشان ما يطلعلوش جينات مميتة متنحية والأفراد دي تموت. يحاول يتلافى الموضوع من الأول ويجوز يا إما أفراد سليمة مع أفراد سليمة، أو إنه يجوز حتى واحد هجين مع واحد سليم، وبالتالي ما يطلعلوش السمول سمول. نفس الحكاية هنا في غياب الكلوروفيل. ألف بيقول إيه؟ سي كابتل سي كابتل مع سي كابتل سي كابتل، ده سليم مع سليم هيطلع لنا كله سليم، وبالتالي مش هيطلع السي سمول سي سمول. إحنا مش عايزين سي سمول سي سمول، هو ده اللي هيموت، ده احنا مش عاوزينه. طب ده هينتج منين؟ ان الاب فيه سي سمول والام فيها سي سمول. ندور على اي حاجة تكون بعيدة عن الموضوع ده، عن السي سمول والسي سمول. يبقى ألف معانا. ب سي كابتل سي سمول مع سي كابتل سي سمول، هو ده لأ، ده اللي احنا مش عايزينه. ليه؟ لان السي سمول هتتجمع مع سي سمول ويطلع لنا افرادها تموت، هو مش عايز كده، هو عايز تلافي، يبقى ب دي مش معانا. سي طبعا بيقولك سي سمول سي سمول مع سي سمول سي سمول، دي هتطلع كل الافراد مريضة وهتموت، يبقى جيم دي طبعا ما تنفعش. دال بيقول سي كابتل سي كابتل مع سي كابتل سي سمول هتطلع لنا افراد حاملة للجين، افراد حاملة للجين، حطوها معاكم. هيه بيقول سي كابتل سي كابتل مع سي كابتل سي سمول هتطلع ايه؟ هتطلع سي كابتل سي كابتل وهتطلع سي كابتل سي سمول، يعني نسبة واحد لواحد، لكن هنا هيطلع 100% حامل للجين. طب ايه رأيك، تختار ان الجيل يطلع كله حامل للجين، ولا تختار ان الجيل يطلع نصه حامل للجين؟ مين افضل؟ هل 100% حامل للجين ولا 50% حامل للجين؟ اكيد هختار 50% حامل للجين، وال50% التانيين سليم. ده قضى أخف من قضى، يبقى اله هنختارها والألف هنختار. وبكده نكون خلصنا أسئلة المقال، يا رب تكونوا استفدتم، وأشوفكم إن شاء الله في الشرح الجديد. السلام عليكم ورحمة الله.